النهار الاولاني جابوا مالي الحليب جوج باكيات، من بعد ما بقيناش شفنا هاد الباكيات. راه هادي بزز باش خطفناها احنا من عند مول الحانوت. راه خاص هاد الكمامات يكونوا اللي ما عندوش المال، ما عندوش الفلوس، ما عندوش، راه كيجيبها حتى هو. مزيانه هاد القضيه اللي درتو ب 14 ريال بحال هاد الكمامه مزيانه، ولكن باش تقطعوها لا. النهار الاولاني النهار الثاني الغد ليه ما بقاتش، كاع الناس داو الكمامات، ما بقيناش شفنا لا كمامات لا والو. بغينا نشريو غير لوالدينا ولولادنا كمامات، ما تلاقيناهمش. هادي انا راه خطفتها غير بزز، وهذا الشيء ما كان. اخويا الكمامه دابا هادي اللي بقات عندي، كيقولوا لنا الناس هنا كاع ما كاينه الكمامه، ما عرفت انا كيفاش. وما عندنا حتى باش نشروها، ها جالسين كنا شي فور عام ونص هذا ما خدامين، ها جالسين. قلبتوا عليهم ما كاينينش؟ ما لقيتهمش. انا مشيت لهاد الحانوت هنا، مشيت لهنا، وهي اللي بقات عندي، وهي حيدتها مع الربعه، وبين خرج عندي شي غرض مهم ما خصك تبقى. يا ما بقيتي غادي يدخلوك فيها 6000 ريال ديال الخطيه، حنا ما عندنا حتى باش نشروها بعدا، هذا هو المشكل. يا ودي الغلب الله، الكمامات راه الناس راه محتاجين، هما بقاوش، والمشكل ديالهم راه دابا الانسان اللي كيخرج من المحل ديالو ومن السكن ديالو وتيخاف، لانه ما عندوش، لانه تيخاف بانه بالنسبه لهاد العقوبات اللي دايرين على الكمامات، راه الناس مخلوعين. والناس دابا المشكل ما موجودينش لا في الاسواق لا في المحلات التجاريه لا في لي غرون سيرفاس، يعني الناس راه كيقلبوا عليهم وما موجودينش. هذا مشكل كبير، لان الانسان ما يقدرش يخرج من المحل ديالو باش يجيب لوليداتو ما ياكلوه، وما دايرش الكمامه لانه كيتعرض لعقوبات قاسيه، وهذا هو اللي كاين.